السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ الأصيل. اليوم راح ندير معكم وصفة القلب اللوز، سهلة وناجحة ومضمونة بإذن الله. اللي كان عندها مشكل في القلب اللوز وما تنجح لهاش جرب هذه الوصفة، فقط تبعوا المراحل والنصائح والخطوات كامل. هذه الوصفة راهي دايرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي وداروها بزاف قنوات، جربتها أنايا وعجبتني بزاف بزاف، عجبتني للسهولة نتاعها وتجي معسلة ومعلكة وبنينة بزاف. لكن كاين نصائح مهمة باش تنجحوا في هذه الوصفة، ما هيش غير مقادير وتطبقوها. تبعوا معايا الفيديو مليح وان شاء الله تنجحوا فيها. نبدأ بسم الله، وأول حاجة نبدأ بها هي تحضير الشربات، لأنه الشربات راح نحتاجوها باردة. هنا يا مقادير تاع الشربات، راح ندير 2 كيسان سكر عادي مع 4 كيسان ماء. هذه هي الشربات راح تجيني سوا سوا مع المقادير نتاع السميد. دوك تشوفوه معايا، نحطوا السكر مع الماء ونضيفوا معاهم برج قارص، انا ما كانش موجود عندي لكن معليش، نحطهم فوق النار يعني المن تاعنا يبدا يغلي. من بعد نحسبوا له ربع ساعه ونطفيوا عليه، وقبل نطفيوا عليه نضيفوا له قطرات من عطر ماء الزهر، راح تشوفوا معايا من بعد. هنا البنات جبت السميد نتاعي، نجاح القلب اللوز يعتمد بزاف على نوعية السميد. السميد تاع القلب اللوز لازم يكون خشين، النوعية تاعو يعني خشن ماشي متوسط، لأنه لو درتوه متوسط يعني ويكون هذاك المتوسط يكون رقيق، راح يجيكم القلب اللوز معجن. على هذيك شرو لازم نوعية السميد تاع الخشن، انا شريت نتاع الميزان هكذاك يعني، وجاني شوية نوعية نتاعو شوية رقيقة. المهم نجيبو الكاس اللي عبرنا به الشربات نفسه راح نعبرو به السميد. راح ندير 4 كيسان سميد، كاس ثاني، الكاس الثالث، وهذا الكاس الرابع. هنا كما شفتوا معايا درت 4 كيسان سميد، درت معاهم قرصه ملح ودرت معاهم مغرف كبيره لافاني، نخلطوا ونحطوه هذا الخليط يعني تاع السميد نحطوه بجيه. نعاود نولي للشربات. هنا الشربات هنايا راهي فاتت يعني لحقت ربع ساعه، ضفت لها قطرات من عطر الماء الزهر وطفيت عليها وخليتها تبرد بجيه. هنايا جبت اناء واحد اخر ضفت فيه 2 كيسان سكر عادي، هذا الكاس الثاني. من بعد نضيف معاه نص كاس حليب هاوليك، ونزيدو نص كاس ماء زهر، ونزيدو معاه كاس مملوء نتاع الزيت هاولي. قلت لكم دائما بنفس الكاس يعني تكملو بنفس الكاس. هذا الخليط تقدروا تخلطوه في البيترا، تقدروا تخلطوه في الباتور، انا يا هنا يا خلطته بالبراميكسور يعني حتعطيكم نفس النتيجة. المهم يا البنات وشن هي الفايدة من هذا كامل؟ الفايدة نتاعو هو السكر لازم يذوب، هذه هي. تبقاو تخلطوا 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 مليح حتى يذوب لكم السكر. هكذا حتى تشوفوا هذا الخليط يولي كشغل كريمي هاوليك هاوليك. شوفوا القوام نتاعو كيفاش يجي، ولازم السكر يذوب.
نعاودو نولو للسميد نتاعنا. راح نضيفو عليه هذاك الخليط تاع السوائل اللي خلطناه بالبراميكسور، نضيفوه مباشرة هكذا ونخلطوه، يعني ندخلو هذاك الخليط تاع السوائل في السميد هكذا. راح تلاحظوا باللي الخليط نتاع السميد يكون شويه جاري، لكن متخافوش لانه دوك هذاك السميد راح يتشرب هذوك السوائل هكذا. الان راح نجيب الصينيه نتاعي، والصينيه يا البنات هي ثاني نقطه مهمه لنجاح الوصفه، لانه لو تكون صينيه كبيره على المقادير اللي درناها تجي رقيقه بزاف، ولو درنا صينيه صغيره راح تكون قلب اللوز عاليه وتجي معجنه. المهم عينكم هي ميزانكم، وديروا في حسابكم انه راح تزيد تنتفخ كي ديروا لها الشربات، يعني كي تشربوا. صينية تكون مدهونة بالزيت كما شفتوا معايا. نحاول أني نسقم الخليط نتاع السميد بهذه الطريقة هكذا، ونخليها ترتاح، ما نطيبوهاش ثم لأنه ديجا راهي شوية سائلة، نخلوها تنشف من بعد نطراسيوها. هنا خليتها شوية، راح نطراسيها بالموس هكذا، ما نحبطش الموس حتى للتحت، غير من الفوق. الصينيه هذه على بالي راح تسقسوني عليها، الصينيه هذه تاع النحاس شريتها مؤخرا، السعر نتاعها 170,000 هكذا باش نفيدكم، ممكن نتوما تحبوا تشروها. بعد ما كملتها هكذايا راح ندلها الكاوكاو من فوق، ممكن ديروا لها اللوز، يعني نتوما واش تحبوا. نكملها كامل ونطيبها. انا ديجا الفرن نتاعي راهو مسخن من قبل على 180 حتى 200، يعني كل وحده تعرف الفرن نتاعها من 180 ل 200. تحطوها كي تشوفوا الجوانب، هنايا شوفوني وريت لكم الجوانب بداو يحمروا، هنا ماهيش تبان لاخاطش السنيوه ديجا راهي من نحاس. المهم كي تشوفوا الجوانب حمارو طفيو لها من تحتها وشعلوا لها من الفوق تاخذ هذه التحميره. الوقت تاع الطياب نتاعها من ساعه غير ربع حتى لساعه، يعني كل وحده والفرن نتاعها. لما نخرجها من الفرن مباشره والقلب اللوز راهي سخونه، نضيف لها الشربات. الشربات يعني الكمية كامل راح نضيفها لها، لكن ضيفوها غير بالعقل. هذه هي القلب اللوز نتاعي بعد ما طابت، هذا هو الشكل نتاعها. عطيت لكم الوصفة، راهي ناجحة يا البنات، فقط تبعوا الخطوات كامل والنصائح اللي هي نوعية السميد، طول وعرض الصينية، والطياب نتاعها، يعني طيبوها طولها وقتها باش طيب. قلت لكم درجة من 180 ل 200 درجة، والمدة من 45 دقيقة حتى لساعة. هذا هو الطياب نتاعها، وهذا هو شكل قلب اللوز نتاعي، ان شاء الله برك تعجبكم. في الاخير راح نوري لكم، نقسم لكم يعني كيفاش جات، تجي طريه ومعلكه ومعسله. نتمنى منكم تجربوها وتنجحوا فيها، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، واذا عجبكم عاونوني بلايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.